كده تكون خلصت كل اخبارنا داخل القلعه الحمراء. خلينا نروح لبعض الاخبار المحليه. الحقيقه في خبر مهم استوقفنا طبعا، قرعه بطوله العالم للريشه الطائره اتعملت امبارح، والحقيقه مصر وقعت في المجموعه الاولى اللي بتضم اسبانيا واليونان واليابان وتايوان واليابان. الحقيقه البطوله هتتلعب في الدنمارك في الفتره من 3 ولحد 10 اكتوبر اللي جاي. احنا مش عارفين هل هتتاجل او تلعب في مكانها او في ميعادها وفي مكانها ولا لا. طبعا منتخبنا كان اتاهل بعد ما كسب بطوله افريقيا في شهر فبراير اللي فات. طبعا ما ينفعش يكون في خبر زي ده وما يكونش معانا الكابتن هشام التهامي رئيس اتحاد الريشه الطائره. اهلا بك يا كابتن. اهلا كابتن، اهلا، كل سنه وانتم طيبين. كل سنه طيبين على مشاهدينا كلهم. كل سنه وحضرتك طيب، ونحب طبعا في البدايه نقول لحضرتك الف مبروك التاهل طبعا لبطوله العالم. منتخب مصر لما يكون مع الكبار دي اكيد حاجه تشرفنا وتسعدنا. الله يبارك فيك. وكنا عايزين نعرف راي حضرتك في المجموعه الاولى اللي احنا وقعنا فيها وفرص تاهلنا للدور الثاني. والله هو المجموعه الاولى طبعا مجموعه قويه جدا، بس طبعا كل المجاميع هتبقى قويه لان طبعا احسن دول في كل في القارات كلها بتلعب مع بعض، فهيبقى المنافسه كده كده شرسه في كل المجاميع. احنا يهمنا ان اولادنا يعملوا اللي عليهم وياخدوا الخبرات من دول يمكن ما قابلناهاش عمرنا في الفرق، فدي خبرة كويسة جدا لأولادنا البنات بالذات. طبعا هم فرقة بنات واحنا الحمد لله عندنا أعمار سنية من 17 سنة لحد 30، فخبرات من الصغير للكبير هيستفاد جدا من المشاركات واللقاءات. ما شاء الله يا كابتن، يعني الأعمار السنية متفاوتة، عندك الخبرة عندك الشباب. احنا الحمد لله بنعمل دايما إحلال وتجديد على طول، بندعم على طول الشباب، فتلاقي جميع المراحل السنية موجودة في المنتخب. بنحاول ندي عشان نعلى على طول. احنا نظرنا برضو على قدام الشباب، احنا دلوقتي وصلنا بقينا زي ما بنقول أسياد أفريقيا، أو بناخد دايما أول أو ثاني بكتير في أفريقيا. لا احنا يعني لينا هدف اعلى، فبنحاول نخلي الجيل الصغير ده يشارك بدري مع المستويات العاليه دي، بحيث ان احنا ما ناخدش وقت طويل في الاعداد ان هم يكونوا ان شاء الله اذا كان في اولمبياد او في بطولات عالم بعد كده ان شاء الله ياخدوا امريكا ان شاء الله. يا كابتن، طب كابتن البطوله هتتلعب في شهر اكتوبر القادم، احنا طبعا عارف حضرتك جائحه كورونا، هل جالك تاكيد ان البطوله في نفس المكان والزمان المحددين؟ طبعا القرعه اتعملت لحد دلوقتي الامور ماشيه في طريقها انها تقام في ميعادها وفي المكان، لكن طبعا ممكن يحصل تغيرات في اي وقت. طبعا احنا عارفين فجاه بيحصل دروب او بيحصل زياده في اعداد. احنا طبعا ما بيناش طبعا على يقين تام ان في حاجه هتتم ولا لا، بس احنا ماشيين في التدريبات بتاعتنا. اتصلنا بالاتحاد الدولي بياكد ان البطوله قائمه، فبنستعد اكنها طبعا لازم تكون قائمه ان شاء الله وعشان ما ناثرش برضه. ان شاء الله كل التوفيق لحضرتك كابتن حسين وطبعا وبناتنا في بطوله العالم، تشرفونا باذن الله وترفعوا اسم مصر علينا ان شاء الله.